ثم أخذ المحراث وساق الثيران فحرث قليلا، وعثر المحراث في شيء فوقعت البهائم فساقها فلم تقدر على المشي، فنظر إلى المحراث فرآه مشبوكا في حلقة من ذهب، فكشف عنها التراب فوجد تلك الحلقة في وسط حجر من المرمر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أصدقائي في حكاية جديدة من مكتبة الحكايات. حكايتنا لهذا اليوم بعنوان معروف الإسكافي وزوجته العرة، الجزء الثاني. ولكن قبل البداية، لا تنسوا أصدقائي الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. أنهينا الجزء الأول من القصة عندما أراد الملك أن يزوج ابنته من معروف طمعا في ثروته، وما طلبه معروف من الملك لكي يتزوجها. فراح الوزير وأخبر الملك بما طلبه، فقال الملك: حيث كان مراده ذلك، كيف تقول عنه أنه نصاب كذاب؟ فقال الوزير: ولم أزل أقول ذلك. ففزع فيه الملك ووبخه وقال له: والله إن لم تترك هذا الكلام لقتلتك، فارجع إليه وهاته عندي وأنا مني له. فذهب إليه الوزير وقال له: يا معروف، تعال كلم الملك. فقال معروف: سمعا وطاعة. ثم جاء إليه فقال له الملك: لا تعتذر بهذه الأعذار، فإن خزنتي ملآنة، فخذ المفاتيح عندك وانفق جميع ما تحتاج إليه، وأعطي ما تشاء، واكس الفقراء، وافعل ما تريد، وما عليك من البنت والجواري، وإذا جاءت قافلتك فاعمل مع زوجتك ما تشاء من الإكرام، ونحن نصبر عليك بصداقها حتى تجيء القافلة، وليس بيني وبينك فرق أبدا. ثم أمر الملك شيخ الإسلام أن يكتب الكتاب، فكتب كتاب البنت على التاجر معروف، وشرع في عمل الفرح، وأمر بزينة البلد ودقة الطبول ومدة الأطعمة من سائر الألوان، وأقبلت أرباب الملاعب، وصار التاجر معروف يجلس على كرسي في مقعد، وتأتي أمامه أرباب الملاعب والشطار وأرباب الحركات الغريبة والملاهي العجيبة، وصار يأمر الخازندار ويقول له: هات الذهب والفضة، فيأتيه بالذهب والفضة، وصار يدور على المتفرجين ويعطي كل من لعب بالحفلة، ويحسن للفقراء والمساكين ويكسو العريانين، وصار فرحا عجاجا، وما بقي الخازندار يلحق أن يجيء بالأموال من الخزنة، وكاد قلب الوزير أن ينفقع من الغيظ ولم يقدر أن يتكلم. وصار التاجر علي يتعجب من بذل هذه الأموال ويقول للتاجر معروف: الله الله على طيشك، أما كفاك أن أضعت مال التجار حتى تضيع مال الملك؟ فقال التاجر معروف: لا علاقة لك بالأمر، وإذا جاءت القافلة وعوض ذلك على الملك بأضعافه. وصار يبذل الأموال ويقول في نفسه: قبة حامية، الذي يجري علي يجري، والمقدر ما منه مفر. ولم يزل الفرح مدة 40 يوما، وفي ليلة 41 عامل الزفة للعروسة، ومشى أمامها جميع الأمراء والعساكر، ولما دخلوا بها سار ينثر الذهب على رؤوس الخلائق، وعملوا له زفة عظيمة، وصرف الأموال لها وأدخلوه على الملكة، فقعد على المرتبة العالية، وأرخوا الستائر وقفلوا الأبواب، وخرجوا وتركوه عند العروسة، فخبط يدا على يد وقعد حزينا مدة، وهو يضرب كفا على كف ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقالت له الملكة: يا سيدي سلامتك، ما لك مغموم؟ فقال لها: كيف لا أكون مغموم، وأبوك قد شوش علي وعمل معي عملة مثل حرق الزرع الأخضر. فقالت له: وما عمل معك؟ فقال لها: أدخلني عليك قبل أن تأتي قافلتي، وكان مرادي أقل ما يكون 100 جوهرة أفرقها على جواريك، لكل واحدة منهن جوهرة تفرح بها وتقول: إن سيدي أعطاني جوهرة في ليلة دخلته على سيدتي، وهذه الخصلة كانت تعظيما لمقامك وزيادة في شرفك.
فإني لا أقصر في بذل الجواهر لأن عندي منها الكثير. فقالت له: لا تهتم بذلك ولا تغم نفسك بهذا السبب، أما أنا فما عليك مني إلا أني أصبر عليك حتى تجيء القافلة، وأما الجواري فما عليك منهن، قم اقلع ثيابك وانبسط مع نفسك، ومتى جاءت القافلة فإننا نتحصل على تلك الجواهر وغيرها. فقام وقلع ما كان عليه من الثياب، وأزال التاجر معروف بكارتها، وصارت تلك الليلة لا تعد من الأعمار. ثم دخل الحمام ولبس بدلة من ملابس الملوك، وطلع من الحمام ودخل ديوان الملك، فقام له من فيه على الأقدام، وقابلوه بإعزاز وإكرام، وهنؤوه وباركوا له، وجلس بجانب الملك وقال: أين الخازندار؟ فقالوا: ها هو حاضر بين يديك. فقال له: هاتي أغلى الملابس وألبس جميع الوزراء والأمراء وأرباب المناصب. فجاء له بجميع ما طلب، وجلس يعطي كل من أتى له، ويهب لكل إنسان على قدر مقامه. واستمر على هذه الحالة مدة 20 يوما، ولم تظهر له قافلة ولا غيرها. ثم إن الخازندار تضايق منه غاية الضيق، ودخل على الملك في غياب معروف، وكان الملك جالسا مع الوزير لا غير، وقبل الأرض بين يديه وقال له: يا ملك الزمان، أنا أعلمك شيء ربما تلومني على عدم الإخبار به. اعلم أن الخزنة فرغت ولم يبق فيها شيء من المال إلا القليل، وبعد 10 أيام نقفلها على الفراغ. فقال الملك: يا وزير، إن قافلة نسيبي تأخرت ولم يظهر عنها علم. فضحك الوزير وقال له: الله يلطف بك يا ملك الزمان، ما أنت إلا مغفل عن فعل هذا النصاب الكذاب، والله إنه لا قافلة له، وإنما هو ما زال ينصب عليك حتى أتلف أموالك وتزوج بنتك بلا شيء، وإلى متى وأنت غافل عن هذا الكذاب؟ فقال له الملك: يا وزير، كيف العمل حتى نعرف حقيقة حاله؟ فقال له الوزير: يا ملك الزمان، لا يطلع على سر الرجل إلا زوجته، فأرسل إلى بنتك لتأتي خلف الستارة حتى أسألها عن حقيقة حاله. فقال: لا بأس بذلك، والله إن ثبت أنه نصاب كذاب لأقتلنه أشأم قتله. ثم إنه أخذ الوزير ودخل إلى قاعة الجلوس، وأرسل إلى ابنته فأتت وراء الستارة، وكان ذلك في غياب زوجها. فلما أتت قالت: يا أبي، ماذا تريد؟ فقال لها: كلمي الوزير. فقالت: أيها الوزير، ما بالك؟ فقال لها: يا سيدتي، اعلمي أن زوجك أتلف مال أبيك وقد تزوجك بلا مهر، وهو لم يزل يعدنا ويخلف الميعاد، ولم تظهر لقافلته علم بالجملة، نريد أن تخبرينا عنه. فقالت: إن كلامه كثير، وهو في كل وقت يجيء ويعدني بالجواهر والحلي والذخائر والأقمشة المثمنة، ولم أر شيئا. فقال لها: يا سيدتي، هل تقدرين في هذه الليلة أن تأخذي وتعطي معه في الكلام، وتقولي له: أخبرني بالصحيح ولا تخف من شيء، فإنك صرت زوجي ولا أفرط فيك بحقيقة الأمر، وأنا أدبر لك تدبيرا ترتاح به. ثم قربي وباعدي له في الكلام، وأريه المحبة وقرريه، ثم بعد ذلك أفيدينا بحقيقة أمره. فقالت: يا أبتي، أنا أعرف كيف أختبره. ثم إنها دخلت، وبعد العشاء حضر عليها زوجها معروف على جري عادته، فقامت له وتناولته من تحت إبطه، وخادعته خداعا زائدا: وناهيك بمخادعة النساء إذا كان لهن عند الرجال حاجة يريدن قضاءها. وما زالت تخادعه وتلاطفه بكلام أحلى من العسل حتى سرقت عقله. فلما رأته مال إليها بكليتيه قالت له: يا حبيبي، يا قرة عيني، ويا ثمرة فؤادي، لا أوحشني الله منك ولا فرق الزمان بيني وبينك، فإن محبتك سكنت فؤادي، ونار غرامك أحرقت كبدي، وليس فيك تفريط أبدا، ولكن مرادي أن تخبرني بالصحيح، لأن حبل الكذب غير نافعة ولا تنطلي في كل الأوقات، وإلى متى وأنت تنصب وتكذب على أبي؟ وأنا خائفة أن يفتضح أمرك عنده قبل أن تدبر له حيلة فيبطش بك، فأفدني بالصحيح، وما بك إلا ما يسرك، ومتى أعلمتني بحقيقة الأمر
لا تخشى من شيء يضرك. فكم تدعي أنك تاجر وصاحب أموال ولك قافلة، وقد مضت لك مدة طويلة وأنت تقول قافلتي قافلتي، ولم يظهر عن قافلتك علم، ويلوح على وجهك الهم بهذا السبب. فإن كان كلامك ليس له صحة فقل لي وأنا أدبر لك تدبيرا تخلص به إن شاء الله. فقال لها: يا سيدتي، سأخبرك بالصحيح ومهما أردت ففعلي. فقالت له: قل وعليك بالصدق، فإن الصدق سفينة النجاة، وإياك والكذب فإنه يفضح صاحبه. فقال لها: يا سيدتي، اعلمي أني لست تاجرا ولا لي قافلة ولا حامية، وإنما كنت في بلادي رجلا إسكافيا، ولي زوجة اسمها فاطمة العرة، وجرى لي معها كذا وكذا. وأخبرها بالحكاية من أولها إلى نهايتها، فضحكت وقالت: إنك ماهر في صناعة الكذب والنصب. فقال لها: يا سيدتي، الله تعالى يبقيك لستر العيوب وفك الكروب. فقالت له: اعلم أنك نصبت على أبي وغررته بكثرة كذبك حتى زوجني بك من طمعه، ثم أتلفت ماله، والوزير منكر ذلك عليك، وكم من مرة يتكلم فيك عند أبي ويقول إنه نصاب كذاب، ولكن أبي لم يطعه فيما يقول بسبب أنه كان خطبني لأن يكون لي بعلا وأكون له أهلا. ثم إن المدة طالت وقد تضايق أبي وقال لي: قرريه، فقد أقررتك وانكشف المغطى، وأبي مصر لك على الضرر بهذا السبب، ولكنك صرت زوجي وأنا لا أفرط فيك، فإن أعلمت أبي بهذا الخبر ثبت عنده أنك نصاب وكذاب، وقد نصبت على بنات الملوك وذهبت بأموالهم، فذنبك عنده لا يغفر، ويقتلك بلا محالة، ويشيع بين الناس أني تزوجت برجل نصاب كذاب، وتكون فضيحة في حقي، وإذا قتلك أبي ربما يحتاج أن يزوجني إلى آخر، وهذا شيء لا أقبله ولو مت. ولكن قم الآن والبس بدلة مملوك، واحمل معك 50,000 دينار من مالي، واركب على جواد، وسافر إلى بلاد يكون حكم أبي لا ينفذ فيها، واعمل تاجرا هناك، واكتب لي كتابا وأرسله مع ساع يأتيني به، ليعلم في أي البلاد أنت حتى أرسل لك كل ما طالته يدي. فإن مات أبي أرسلت إليك فتجيء بإعزاز وإكرام، وإذا مت أنت أو أنا فإلى رحمة الله تعالى، فالقيامة تجمعنا، وهذا هو الصواب. وما دمت طيبة وأنت طيب لا أقطع عنك المراسلة ولا الأموال، فقم قبل أن يطلع النهار عليك وينزل بك الدمار. فقال لها: يا سيدتي، أنا في عرضك أن تودعيني بوصالك. فقالت: لا بأس. ثم واصلها واغتسل ولبس بدلة مملوك، وأمر السياس أن يشدوا له جوادا من الخيل، فشدوا له جواد، ثم ودعها وخرج من المدينة في آخر الليل. فصار كل من رآه يظن أنه مملوك من مماليك السلطان، مسافر في قضاء حاجة. فلما أصبح الصباح جاء أبوها هو والوزير إلى قاعة الجلوس، وأرسل إليها فأتت وراء الستارة، فقال لها: يا بنيتي، ما تقولين؟ فقالت: أقول سود الله وجه وزيرك، فإنه كان مراده أن يسود وجهي من زوجي. فقال الملك: وكيف ذلك؟ فقالت له: إنه دخل علي أمس قبل أن أذكر له الكلام، وإذا بالخادم فرج جاء إلي وبيده كتاب، وقال: إن 10 مماليك واقفون تحت شباك القصر، وأعطوني هذا الكتاب، وقالوا لي: قبل لنا أيادي سيدي معروف، وأعطه هذا الكتاب، فإننا من مماليكه الذين مع القافلة، وقد بلغنا أنه تزوج بنت الملك، فأتينا إليه لنخبره بما حل بنا في الطريق. فأخذت الكتاب وقرأته، فرأيت فيه: من المماليك 500 إلى حضرة سيدنا التاجر معروف، وبعد: فالذي نعلمك به أنك بعدما تركتنا خرج العرب علينا وحاربونا، وهم قدر 2000 من الفرسان، ونحن 500 مملوك، ووقع بيننا وبين العرب حرب عظيم، ومنعونا عن الطريق، ومضى لنا 30 يوما ونحن نحاربهم، وهذا سبب تأخيرنا عنك، وقد أخذوا منا 200 حمل وقتلوا منا 50 مملوكا. فلما بلغه الخبر قال: خيبهم الله، كيف يتحاربون لأجل 200 حمل بضاعة
وما مقدار 200 حمل، فما كان ينبغي لهم أن يتأخروا من أجل ذلك، فإن قيمة 200 حمل 7000 دينار، ولكن ينبغي أن أروح إليهم وأستعجلهم، والذي أخذه العرب لا تنقص به القافلة ولا يؤثر عندي شيئا، وأقدر أني تصدقت به عليهم. ثم نزل من عندي ضاحكا ولم يغتم على ما ضاع من ماله ولا على قتل مماليكه. ولما نزل نظرت من شباك القصر فرأيت 10 مماليك الذين أتوا له بالكتاب كأنهم الأقمار، كل واحد منهم لابس بدلة تساوي 1000 دينار، وليس عند أبي مملوك يشبه واحد منهم. ثم توجه مع المماليك الذين جاءوا له بالمكتوب ليجيء بقافلته، والحمد لله الذي منعني أن أذكر له شيئا من هذا الكلام الذي أمرتني به، فإنه كان يستهزئ بي وبك، وربما كان يراني بعين النقص ويبغضني، ولكن العيب كله من وزيرك الذي يتكلم في حق زوجي كلاما لا يليق به. فقال الملك: يا بنتي، إن مال زوجك كثير ولا يفكر في ذلك، ومن يوم دخل بلادنا وهو يتصدق على الفقراء، وإن شاء الله عن قريب يأتي بالقافلة ويحصل لنا منه خير كثير. وصار يأخذ بخاطرها ويوبخ الوزير، وانطرت عليه الخيانة. هذا ما كان من أمر الملك. وأما ما كان من أمر التاجر معروف، فإنه ركب الجواد وصار في البر الأفقر، وهو متحير لا يدري إلى أي البلاد يروح، وصار من ألم الفراق ينوح، وقاس الفراق واللوعات. فلما فرغ من كلامه بكى بكاء شديدا، وقد انسدت الطرقات في وجهه، واختار الممات على الحياة. ثم إنه مشى كالسكران من شدة حيرته، ولم يزل سائرا إلى وقت الظهر، حتى أقبل على بلدة صغيرة، فرأى رجلا حراثا قريبا منه يحرث على ثورين، وكان قد اشتد به الجوع، فقصد الحراث وقال له: السلام عليكم. فرد عليه السلام وقال: مرحبا بك يا سيدي، هل أنت من ممالك السلطان؟ فقال معروف: نعم. فقال الحراث: انزل عندي للضيافة. فعرف معروف أنه من الأجاويد، فقال له: يا أخي، ما أنا ناظر عندك شيئا حتى تطعمني إياه، فكيف تعزم علي؟ فقال الحراث: يا سيدي، الخير موجود والحمد لله، انزل أنت وها هي البلدة قريبة، وأنا ذاهب وآتي لك بغداء وعليق لحصانك. فقال معروف: حيث كانت البلدة قريبة فأنا أصل إليها في مقدار ما تصل أنت إليها، وأشتري مرادي من السوق وآكل. فقال له الحراث: يا سيدي، إن البلدة صغيرة وليس فيها سوق ولا بيع ولا شراء، سألتك بالله أن تنزل عندي وتجبر بخاطري، وأنا ذاهب إليها وأرجع إليك بسرعة. فنزل معروف، ثم إن الفلاح تركه وراح إلى البلد ليجيء له بالغداء، فقعد معروف ينتظره، ثم قال في نفسه: أنا شغلت هذا الرجل المسكين عن شغله، ولكن أنا أقوم وأحرث عوضا عنه. ثم أخذ المحراث وساق الثيران، فحرث قليلا وعثر المحراث في شيء، فوقعت البهائم فساقها فلم تقدر على المشي، فنظر إلى المحراث فرآه مشبوكا في حلقة من ذهب، فكشف عنها التراب، فوجد تلك الحلقة في وسط حجر من المرمر قدر قاعدة الطاحون، فعالج فيه حتى قلعه من مكانه، فبان من تحته طبق بسلالم، فنزل في تلك السلالم فرأى مكانا مثل الحمام بأربعة لواوين، اللوان الأول ملآن من الأرض إلى السقف بالذهب، واللوان الثاني ملآن زمردا ولؤلؤا ومرجانا من الأرض إلى السقف، واللوان الثالث ملآن ياقوتا وبلخشا وفيروزا، أما اللوان الرابع فهو ملآن بالماس ونفيس المعادن من سائر أصناف الجواهر، وفي صدر ذلك المكان صندوق من البلور الصافي ملآن بالجواهر اليتيمة التي كل جوهرة منها قدر الجوزة، وفوق ذلك الصندوق علبة صغيرة قدر الليمونة وهي من الذهب. فلما رأى ذلك تعجب وفرح فرحا شديدا وقال: يا ترى أي شيء في هذه العلبة؟ ثم إنه فتحها فرأى فيها خاتما من الذهب مكتوبا عليه أسماء وطلاسم مثل دبيب النمل، فدعك الخاتم وإذا بقائل يقول:
لبيك لبيك يا سيدي، فاطلب تعطى. هل تريد أن تعمر بلدا أو تخرب مدينة أو تقتل ملكا أو تحفر نهرا أو نحو ذلك؟ فمهما طلبته فإنه قد صار بإذن الملك الجبار خالق الليل والنهار. فقال له معروف: يا مخلوق ربي، من أنت ومن تكون؟ فقال: أنا خادم هذا الخاتم القائم بخدمة مالكه، فمهما طلبه من الأغراض قضيته له، فإني سلطان على أعوان من الجان، وعدد عزاكري 72 قبيلة، كل قبيلة عدتها 72 ألفا، وكل واحد من الألف يحكم 1000 مارد، وكل مارد يحكم على 1000 عون، ولك عون يحكم على 1000 شيطان، وكل شيطان يحكم على 1000 جني، وكلهم من تحت طاعتي ولا يقدرون على مخالفتي، وأنا مرصود لهذا الخاتم لا أقدر على مخالفة من ملكه، وها أنت من ملكته وصرت أنا خادمك، فاطلب ما شئت، فإني سميع لقولك مطيع لأمرك، وإذا احتجت إلي في أي وقت في البر والبحر فادعك الخاتم تجدني عندك، وإياك أن تدعكه مرتين متواليتين فتحرقني بنار الأسماء وتعدمني وتندم علي بعد ذلك، وقد عرفتك بحالي والسلام. فقال له معروف: ما اسمك؟ قال: اسمي أبو السعادات. فقال له: يا أبا السعادات، ما هذا المكان؟ فقال له: يا سيدي، هذا المكان كنز يقال له كنز شداد بن عاد، الذي عمر إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وأنا كنت خادمه في حياته، وهذا خاتمه وقد وضعه في كنزه، ولكنه نصيبك الآن. فقال له معروف: هل تقدر أن تخرج ما في هذا الكنز على وجه الأرض؟ فقال: نعم، أسهل ما يكون. فقال له معروف: أخرج جميع ما فيه ولا تبقي منه شيئا. فأشار الجني بيده إلى الأرض فانشقت، ثم نزل وغاب مدة لطيفة، وإذا بغلمان صغار بوجوه حسان قد خرجوا وهم حاملون مشنات من الذهب، وتلك المشنات ممتلئة ذهبا وفرغوها، ثم راحوا وجاءوا بغيرها، وما زالوا ينقلون من الذهب والجواهر، فلم تمض ساعة حتى قالوا: ما بقي في الكنز شيء. ثم طلع له أبو السعادات وقال له: يا سيدي، قد رأيت أن جميع ما في الكنز قد نقلناه. فقال له معروف: ما هذه الأولاد الحسان؟ فقال أبو السعادات: هؤلاء أولادي، لأن هذه الشغلة لا تستحق أن أجمع لها الأعوان، وأولادي قضوا حاجتك وتشرفوا بخدمتك، فاطلب ما تريد غير هذا. فقال له معروف: هل تقدر أن تجيء لي ببغال وصناديق وتحط هذه الأموال في الصناديق وتحمل الصناديق على البغال؟ فقال أبو السعادات: هذا أسهل ما يكون. ثم إنه زعق زعقة عظيمة، فحضر أولاده بين يديه وكانوا 800، فقال لهم: لينقلب بعضكم في صورة بغال، وبعضكم في صورة الممالك الحسان الذين أقل من فيهم لا يوجد مثله عند ملك الملوك، وبعضكم في صورة الخدامين. ففعلوا كما أمرهم، ثم صاح على الأعوان فحضروا بين يديه، فأمرهم أن ينقلب بعضهم في صورة الخيل المسرجة بسروج الذهب المرصع بالجواهر. فلما رأى معروف ذلك قال: أين الصناديق؟ فأحضروها بين يديه، فقال لهم: عبوا الذهب والمعادن كل صنف وحده. فعبوها وحملوها على 300 بغل. فقال معروف: يا أبا السعادات، هل تقدر أن تجيء لي بأحمال من نفيس القماش؟ فقال أبو السعادات: أتريد قماشا مصريا أو شاميا أو أعجميا أو هنديا؟ فقال له معروف: هات لي من قماش كل بلدة 100 حمل على 100 بغل. فقال أبو السعادات: يا سيدي، أعطني مهلة حتى أرتب أعواني بذلك، وآمر كل طائفة أن تروح إلى بلد لتجيء 100 حمل من قماشها، وينقلب الأعوان في صورة البغال ويأتون حاملين البضائع. فقال له معروف: ما قدر زمن هذه المهلة؟ فقال أبو السعادات: مدة سواد الليل، فلا يطلع النهار إلا وعندك جميع ما تريد. فقال معروف: أمهلك هذه المدة. ثم أمرهم أن ينصبوا له خيمة، فنصبوها له، وجلس وجاءوا له بسماط، وقال له أبو السعادات: يا سيدي، اجلس في هذه الخيمة
وهؤلاء أولادي بين يديك يحرصونك ولا تخشى من شيء، وأنا ذاهب أجمع أعواني وأرسلهم ليقضوا حاجتك. ثم ذهب أبو السعادات إلى حال سبيله، وجلس معروف في الخيمة والصماط أمامه، وأولاد أبي السعادات بين يديه في صورة المماليك والخدم والحشم. فبينما هو جالس على تلك الحالة، وإذا بالرجل الفلاح قد أقبل وهو حامل قصعة عدس كبيرة وإناء مملوءا شعيرا، فرأى الخيمة منصوبة والمماليك واقفة وأيديهم على صدورهم، فظن أنه السلطان. أتى ونزل في ذلك المكان، فوقف باهتا وقال في نفسه: يا ليتني كنت ذبحت فرختين وحمرتهما بالسمن البقري خدمة للسلطان. وأراد أن يرجع ليذبح فرختين يضيف بهما السلطان، فرآه معروف فنادى عليه وقال للمماليك: أحضروه. فحملوه هو وقصعة العدس ووضعاه أمامه، فقال له: ما هذا؟ فقال الحراث: هذا غداؤك وعليق حصانك، فلا تؤاخذني، فإني ما كنت أظن أن السلطان يأتي إلى هذا المكان، ولو علمت بذلك كنت ذبحت له فرختين وضيفته ضيافة مليحة. فقال له معروف: إن السلطان لم يجئ، وإنما أنا نسيبه، وكنت مغبونا منه، وقد أرسل إلى ممالكه فصالحوني، وأنا الآن أريد أن أرجع إلى المدينة، وأنت قد عملت لي هذه الضيافة على غير معرفة، وضيافتك مقبولة ولو كانت عدسا، فأنا ما آكل إلا من ضيافتك. ثم أمره بوضع القصعة في وسط السماط وأكل منها حتى اكتفى. وأما الفلاح فإنه ملأ بطنه من تلك الألوان الطيبة. ثم إن معروفا غسل يديه وأذن للمماليك في الأكل، فنزلوا على بقية السماط وأكلوا. ولما فرغت القصعة ملأها ذهبا وقال له: أوصلها إلى منزلك وتعال عندي في المدينة وأنا أكرمك. فتناول القصعة ملآنة ذهبا وساق الثيران وذهب إلى بلده وهو يظن أنه نسيب الملك. وبات معروفا تلك الليلة في أنس وصفاء، وجاءوا له ببنات من عرائس الكنوز فدقوا آلات الطرب ورقصوا أمامه، وقضى ليلته. فلما أصبح الصباح لم يشعر إلا والغبار قد علا وطار، وانكشف عن بغال حاملة أحمالا، وهي 700 بغل حاملة أقمشة وحولها غلمان، وأبو السعادات راكب على بغلة وهو في صورة مقدم القافلة، وأمامه صناديق مليئة من الذهب الوهاج مرصعة بالجواهر. فلما وصل إلى الخيمة نزل من فوق ظهر البغلة وقبل الأرض وقال: يا سيدي معروف، إن الحاجة قضيت بالتمام والكمال، وهذا الصندوق فيه بدلة كنوزية لا مثيل لها من ملابس الملوك، فالبسها وأمرنا بما تريد. فقال معروف: يا أبو السعادات، مرادي أن أكتب لك كتابا تروح به إلى مدينة أختيان الختن، وتدخل على عمي الملك، ولا تدخل عليه إلا في صورة ساع أنيس. فقال له سمعا وطاعة، فكتب كتابا وختمه، فتناوله أبو السعادات وذهب به حتى وصل إلى الملك، فرآه يقول: يا وزيري، إن قلبي على نسيبي وأخاف أن يقتله العرب، يا ليتني كنت أعرف أين ذهب حتى كنت أتبعه بالعسكر، ويا ليته كان قد أعلمني بذلك قبل الذهاب. فقال له الوزير: الله تعالى يلطف بك على هذه الغفلة التي أنت فيها، ووالله إن الرجل عرف أننا انتبهنا له فخاف من الفضيحة وهرب، وما هو إلا كاذب نصاب. وإذا بالساعي دخل فقبل الأرض بين يدي الملك ودعا له. فقال له الملك: من أنت وما حاجتك؟ فقال له: أنا ساع أرسلني إليك نسيبك، وهو مقبل بالقافلة وقد أرسل معي كتابا وهاهو. فأخذه الملك وقرأه، فرأى فيه: السلام على عمنا الملك العزيز، فإني قد جئت بالقافلة، فاطلع وقابلني بالعسكر. فقال الملك: سود الله وجهك يا وزير، كم تقدح في عرض نسيبي وتجعله كذابا، وقد أتى بالقافلة فما أنت إلا خائن. فأطرق الوزير رأسه على الأرض حياء وخجلا وقال: يا ملك الزمان، أنا ما قلت هذا الكلام إلا لطول غياب القافلة، وكنت خائفا على ضياع المال الذي صرفه. فقال له الملك: يا خائن،
أي شيء أموالي حيثما أتت القافلة، فإنه يعطيني عوضا عنها شيئا كثيرا. ثم أمر الملك بزينة المدينة، وذهب إلى ابنته وقال لها: لك البشارة يا ابنتي أن زوجك عن قريب يجيء بالقافلة، وقد أرسل مكتوبا بذلك، وها أنا طالع لملاقاته. فتعجبت البنت من هذه الحالة وقالت في نفسها: إن هذا شيء عجيب، هل كان يهزأ بي ويتمسخر علي، أو كان يختبرني حين أفادني بأنه فقير؟ ولكن الحمد لله، حيث لم يقع في حقه تقصير. هذا ما كان من أمر الملك وابنته. وأما ما كان من أمر التاجر المصري علي، فإنه لما رأى الزينة سأل عن سبب ذلك، فقالوا له: إن التاجر معروف، نسيب الملك قد أتت قافلته. فقال علي: الله أكبر، ما هذه الداهية؟ إنه قد أتاني هاربا من زوجته، وكان فقيرا، فمن أين جاءت له قافلة؟ ولكن لعل بنت الملك دبرت له حيلة خوفا من الفضيحة، والملوك لا يعجزون عن شيء، فالله تعالى يستره ولا يفضحه. أما سائر التجار ففرحوا وانسروا لأجل أخذ أموالهم. ثم إن الملك أمر بجمع العسكر وطلعوا جميعهم، وكان أبو السعادات قد رجع إلى معروف وأعلمه بأنه بلغ الرسالة، فقال له معروف: احملوا أمتعتكم. فحملوا ولبس البدلة الكنوزية وركب دابته، وصار أعظم وأهيب من الملك بألف مرة، ومشى إلى نصف الطريق، وإذا بالملك قابله بالعسكر. فلما وصل إليه رآه لابسا تلك البدلة، حياه بالسلام، وجميع أكابر الدولة سلموا عليه وفرحوا، وظهر أن معروف صادق ولا كذب عنده، ودخل المدينة بموقب يفقع مرارة الأسد، وسعى إليه التجار وقبلوا الأرض بين يديه، واستقبلته زوجته وفرحت به فرحا كثيرا، وهي تحتضن في عقلها أسئلة كثيرة تريد أن تسأل معروفا حولها. إلى هنا نصل إلى نهاية الجزء الثاني من حكاية معروف الإسكافي وزوجته العرة. انتظرونا مع الجزء الثالث والأخير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحون على خير.